بسم الله الرحمن الرحيم. الشابتر اللي هنتكلم عنه دلوقتي بقى البرميشنز او الفايل سيستم برميشنز. يعني انا عندي دلوقتي فايل عايزه اظبط البرميشنز عليه. على سبيل المثال سي دلوقتي لو انا قلت له هنا ls مثلا ملف زي ابل ده، تمام؟ عشان اعرف البرميشنز اللي عليه هقول له ls مسافه ماينس ال واديله الملف اللي انا عايزه اعرف البرميشنز اللي عليه. هي دي كده البرميشنز. الداش اللي في الاول دي قلنا قبل كده عليها ان ده معنى كده ان ده نوع فايل. طب لو كانت دي، ده معناه ان ده دايركتوري. طب ايه بقى البرميشنز دي؟ هي دي اللي عايزين نركز عليها النهارده باذن الله. عندي كام نوع من انواع البرميشنز؟ ممكن البرميشنز بتاعتي تكون read write واكزيكيوت. read ده معناه ايه؟ ان انا من حقي اقرا محتويات الملف ده، او لو دايركتوري يبقى انا الست الكونتنت بتاعت الدايركتوري. يبقى تاني لو فايل معناه ان انا اقدر ان انا افتح الملف ده واقرا المحتويات بتاعته، لكن لو دايركتوري معناه ان انا ممكن اقل اس محتويات او الست محتويات الدايركتوري يعني. طب لو رايت، رايت بالنسبه للملف للفايل ده معناه ان انا ممكن ان انا اديت في محتوياته وممكن كمان ادلته. لو انا ليا رايت بيرميشن على ملف معين ممكن ان انا ادلته. طب وبالنسبه للدايركتوري، رايت معناه ان انا ممكن اكريت ملفات جديده جوه الدايركتوري، او ممكن ادلت ملفات موجوده جوه الدايركتوري، او الدايركتوري ذات نفسه اساسا ممكن ان انا ادلته او ان انا اديت فيه، تمام؟ ده بالنسبه للدايركتوري. طب بالنسبه للاكزيكيوت، قال لك الاكزيكيوت ده لو هو ملف يبقى ملف تنفيذي. يعني ايه ملف تنفيذي؟ نشبهه كده مثلا كتشبيه مش اكتر بالاي اكس اي في الويندوز، تمام؟ يبقى الاكس اساسا على الملف، يبقى ده كانه بالظبط اي اكس اي على ملف في الويندوز، تمام؟ طيب لو اكس على دايركتوري، اكس دي مهم جدا جدا ان هي تبقى عندي على الدايركتوري. ليه؟ لان من غيرها مش هقدر ان انا اكسس او اسي دي جوه الدايركتوري. لان احنا كنا قلنا قبل كده في قاعده مشهوره جدا عندنا في لينكس بتقول everything is a file، فهو بيعتبر اصلا الدايركتوري نوع من انواع الفايلز السبيشال فايلز، تمام؟ فكون ان انا اقدر اصلا ان انا اكسس الدايركتوري ده مست ان انا يبقى عندي اكس بيرميشن عليه. طب لو مش عندي هحاول ان انا اسي دي جواه؟ مش هعرف. طب لو لازم ساعتها اكون عارفه الكونتنت بتاعت الملف عشان اقل اس على الملف اللي جوه الدايركتوري باسمه، غير كده مش هقدر ان انا اسي دي جوه الدايركتوري واشوف محتوياته من جوه، تمام؟ طيب ده بالنسبه لريد ورايت واكزيكيوت. بس لو ناخد بالنا هنا، انا عندي هنا ريد ورايت وداش. داش يعني معنى كده ان الملف ده معلوش اكزيكيوت. طب وبيكرر نفس الكلام ريد وداش داش، الداش داش دي مكان رايت واكزيكيوت، وبيكررها تالت. البرميشنز متكرره عندي كم مره؟ ثلاث مرات. ليه ثلاث مرات؟ لو انا مثلا هتكلم دلوقتي عن ريد رايت اكزيكيوت، وبعد كده ريد رايت اكزيكيوت ريد رايت اكزيكيوت. الريد رايت اكزيكيوت الاولانيه دي مخصصه للاونر. مخصصه لمين؟ للاونر. نكتبها تاني كده الاول، ريد رايت اكزيكيوت ريد رايت اكزيكيوت ريد رايت اكزيكيوت. الريد رايت اكزيكيوت الاولانيه اتفقنا ان هي مخصصه لمين؟ للاونر. الريد رايت اكزيكيوت الثانيه دي مخصصه للجروب. الاخرانيه دي مخصصه للاسر. يعني ايه؟ الاونر يعني صاحب الملف ده هو اصلا اللي كريته، هو اللي كريت الملف. على سبيل المثال مثلا ملف زي ده ابل، انا مكريتاه اساسا وانا داخله از روت، علشان كده الاونر هنا هو مين؟ صاحب الملف هو مين؟ الروت. طب لو انا مثلا كنت دخلت كده بعبير ال اس، عبير مش عامله حاجه، نتاتش كده اي ملف فايل 1 ال كده على فايل 1، لقيت هنا دلوقتي ايه؟ فايل 1 البرميشن بتاعته مين؟ الاونر عبير، تمام؟ الشابتر المره اللي فاتت، المحاضره المره اللي فاتت لما كنا بنتكلم كنا على اليوزرز، يعني كنا قلنا ان كل يوزر مجرد ما بكريته بيبقى له اساسا برايمري جروب. يعني على سبيل المثال اليوزر روت ليه برايمري جروب اسمه روت، اليوزر عبير ليه برايمري جروب اسمه عبير. طب لو انا قلت له اي دي على عبير كده مثلا، عبير انا كنت حطاها اساسا تحت ادمنز، تمام؟ طيب وكده كده هي ممبر كمان من مين؟ من البرايمر جروب اللي اسمه عبير، والسكندر جروب اللي اسمه ادمن. يبقى معنى كده ان اي يوزر بيتكريت عندي دايما كده بيبقى ممبر من برايمر جروب او من برايمر جروب بنفس اسمه. طيب هنا بقى قال لك ان فايل 1 ده
مين البرميشنز بتاعته؟ الاونر عبير اللي تبع جروب اللي اسمه عبير. طب افرض ان انا عندي مجموعه كبيره جدا من اليوزرز وعايزه اديلهم كلهم برميشن على الملف ده، مش هقعد بقى ان انا ادي برميشن لكل يوزر على حده، ده مش منطقي. امال هعمل ايه؟ هجمع اليوزرز دول كلهم اساسا جوه جروب، واجي بعد كده على الملف ده اقول الفايل ده او الجروب ده ليه برميشن الفلانيه على الفايل. تمام؟ يبقى ممكن دلوقتي هنشوف الكلام ده النهارده باذن الله، ان انا ممكن اغير البرميشن بتاعه فايل 1 يبقى مين الجروب ليه برميشن معينه. فين بقى البرميشن بتاعه جروب اللي هي الخانات الثانيه دي؟ يبقى الاولانيه دي بتاعه مين؟ الاونر صاحب الملف اللي كاريت الملف. الثانيه دي اللي هي ايه؟ الجروب ذات نفسه اللي هو في حالتي عبير برضه. تمام؟ طب والاخرانيه اذر. اذر يعني ايه؟ يعني لا هو الاونر ولا اي عضو من الجروب ده. على سبيل المثال مثلا عندي يوزر اسمه احمد على السيستم، تمام؟ انا دلوقتي احمد ده ممبر من جروب اللي اسمه عبير؟ لا. طب هو الاونر؟ لا. يبقى ده على طول بالنسبه لي هو مين؟ الاثر. طب الروت؟ ما هو كده كده احنا عارفين ان الروت اصلا لو عمل ايه في السيستم كده كده ليه فول بيرميشن يعمل اللي هو عايزه، يعني ما ينفعش ان انا اعتبره من الاونر ولا الجروب ولا ده، كده كده اساسا يعني بيبلطج في السيستم يعمل اللي هو عايزه. تمام؟ يبقى تاني الثلاثه الاولانيين دول مخصصين لمين؟ للاونر، تمام، اللي هو كريت الملف. الثلاثه التانيين مخصصين للجروب. الثلاثه اللي بعديهم مخصصين للاثر. فالفكره بقى دلوقتي كلها ان دلوقتي المفروض وانا بظبط البرميشنز بتاعتي هقول ان الاونر ايه ده. طب نخلينا في دي الاول. الجروب ليه برميشن كذا. الجروب ايه؟ ليه برميشن كذا. طب والاثر ليه برميشن كذا. كلمه اذر مش هكتب كلمه اذر، هكتب الابريفيشن بتاعها كلمه حرف الاو. طب والاونر؟ طب ما الاونر حرف الاو هو كمان، فمنعا للخبطه قال لك ماشي الاونر هنمثله بحرف اليو يعني يوسف، يبقى يوزر المقصود بيه الاونر. تمام؟ جي المقصود بيه الجروب، او المقصود بيه الاذر. واضحه كده؟ تمام. علشان دلوقتي اغير البرميشنز بقى بتاعت الملف بتاعتي، طبعا احنا عرفنا ازاي ان انا بليست البرميشنز بتاعتي ال اس مسافه ماينس ال، او حتى كنا قلنا ان في ابريفيشن للامر ده. قولكم برضو ايديت في الملف ده عشان ما تتلخبطوش. اللي هو كان الابريفيشن بتاعه ال ال. ال ال. تمام؟ طيب تعالوا نشوف كده مثلا برميشن على دايركتوري معين. هنا مثلا ls على سلاش هوم انتر، دي محتويات سلاش هوم باسامي اليوزرز اللي انا مكريتاه. تمام؟ بس انا مش عايزه دلوقتي اعرض الملفات او اعرض البرميشنز بتاعه كل ملف لوحده، مش عايزه الونج ليست على كل ملف لوحده، انا عايزه اعرف اصلا معلومات عن الدايركتوري ذات نفسه. عشان كده قال لك عندي اوبشن اسمه ماينس دي، ممكن طبعا كنت اكتبها هنا ماينس ال دي على بعضيها. تمام؟ ال دي معناه دايركتوري، يعني هات لي البرميشن بتاعه الدايركتوري ذات نفسه. قال لي ان سلاش هوم ده مين الاونر بتاعه؟ روت تبع الجروب اللي اسمه روت. ليه برميشن ايه؟ ريد ورايت واكزكيوت ده بالنسبه للاونر، ريد واكزكيوت ده بالنسبه للجروب، ريد واكزكيوت ده بالنسبه للاثر. تمام؟ طيب نقرا بس الكلمتين اللي فوق كده قبل ما نتعلم بقى ازاي ان انا اغير البرميشنز. بيقول لي هنا اليوزر برميشنز اوفر رايت جروب برميشن اوفر رايت اثر برميشن. يعني انا دلوقتي مثلا عندي يوزر، هبص الاول على البرميشن بتاعه اليوزر ما اتطبقتش عليه، هبص على الراجل ده ممبر من جروب مين ما اتطبقتش عليه، هعتبر ان ده اثر. تمام؟ تاني اليوزر ده اول حاجه هعملها ايه؟ هشوف هو الاونر ولا لا. لو هو الاونر هطبق عليه البرميشن بتاعته، لو مش هو الاونر هشوف هو ممبر من الجروب اللي واخد برميشن على الملف ولا لا. طب مش تبع الجروب هعتبر الراجل ده ان هو ايه؟ تبع الاثر. تمام؟ if a user only has read access on a directory the new user listed. اه دي البرميشنز اللي احنا اتكلمنا عنها. تمام؟ طيب if a user only has exec on a directory they cannot list the names. تمام؟ ده بيقول لي ان انا لو ما عنديش exec permission على الدايركتوري مش هقدر ان انا اسيدي جوه الدايركتوري الا اذا كنت عارفه اصلا اسم الملف، وساعتها هقل است على اسم الملف بالفول باس بالكامل. تمام؟ طيب بيقول لي هنا ان البرميشنز على لينكس دايركتلي على كل ملف وعلى كل دايركتوري.
بمعنى انا هضطر ان انا اجي على كل ملف وكل دايركتوري واظبط عليه البرميشن بنفسي. مفيش حاجه اسمها انهيرتنس. انهيرتنس يعني ايه؟ توريث. يعني ما ينفعش كده ان انا اظبط البرميشنز على جروب وبعد كده الاقي كل الملفات اللي تحتها اخذت البرميشنز بتاعه الجروب، الا في حاله كده اسمها ستيكي، هنتكلم عنها في اخر الشابتر ده باذن الله، وتعتبر حاله سبيشال يعني مش بنفس البرميش، مش بنفس يعني مش حاجه رائعه قوي قوي يعني. تمام. وكده كده اساسا البرميشنز اللي احنا بنتكلم عنها دي فيري بيزك فيري ستريت فورورد، بمعنى البرميشنز دي ايام ما اول ما قالوا خالص يا برميشنز على انظمه اللينكس وعلى انظمه سوري اليونكس القديمه. تمام. طب دلوقتي لا، البرميشنز دي ما بقتش تنفع نهائي. يعني الناس فيكم اللي كانت درس مايكروسوفت قبل كده هتكتشف ساعتها ان البرميشنز على مايكروسوفت افضل من العك ده خالص. على الاقل مثلا اليوزر لو ليه مثلا رايت برميشن على دايركتوري، مش من حقه مثلا ان هو الا ان هو يكريت ملفات جديده جوه دايركتوري، لكن يرينيم ملفات قديمه او ان هو يدلل ملفات قديمه مش هيعرف. تمام. طب فين هنا ده؟ الا اذا كان طبعا معاه حاجه ثانيه خالص غير رايت برميشن اسمها موديفاي برميشن، ده في الويندوز. طب ليه ما عملوش هنا ده؟ لا عملوه بس عن طريق بقى برميشنز ثانيه خالص متظبطه اسمها اكسس كنترول ليست، دي هندرسها في شابتر مستقل باذن الله في الماده اللي هي ال 134. انما الماده اللي علينا دي علينا فيري ستريت فورورد للبرميشنز اللي هي البرميشنز العاديه دي. تمام. طيب هنشوف احوار الاستيكي بت دي في اخر اليوم باذن الله او اخر الشابتر ده باذن الله. ازاي بقى دلوقتي ان انا اظبط البرميشن؟ عندي طريقتين عشان ان انا اعدل البرميشن على اي ملف او دايركتوري. الطريقه الاولانيه اسمها سيمبوليك والطريقه الثانيه اسمها نيوميريك. تمام. انا عن نفسي دايما بفضل الطريقه النيوميريك بس برضو هندرس الاثنين. السيمبوليك يعني ايه؟ قلنا الاونر اليو والجي الجروب والاو ده اللي هو مين؟ الاذر. ولو انا عايز اديلهم كلهم برميشنز في خطه واحده بقول ايه؟ ايه يعني اقول؟ تمام. سي دلوقتي مثلا نكريت كده ملف الاول ان اس، مثلا عندي هنا ملف اسمه ابل اللي على ابل. قلنا تاني ان الراجل ده ليه برميشن ايه؟ ريد ورايت، اللي هو الروت يعني ريد ورايت، ومفيش ريد ومفيش ريد، مفيش ده بالنسبه للجروب. سي دلوقتي الاذر، اسف، سي دلوقتي ان انا عايزه ادي الملف ده مثلا رايت بالنسبه للجروب ورايت بالنسبه للاذر، هقول له ايه؟ هقول له سي اتش مود. سي اتش مود اختصار تشينج موديفيكيشن، اختصار تشينج موديفيكيشن. انا عايزه اعمل ايه دلوقتي؟ عايزه ادي الجروب بلس رايت. جي اختصار جروب بلس، يعني انا هدي الجروب رايت برميشن بلس البرميشن القديمه اللي عنده اللي هي كانت مين؟ اللي هي الريد على مين؟ الملف اللي اسمه ابل. طب اللي كده على ابل تاني، لقيت فعلا ان الاذر او الجروب دلوقتي واخد ايه؟ برميشن رايت. طب سي ان انا عايزه ادي الاذر برميشن رايت، يبقى هاجي هنا اقول له ايه؟ الاذر بلس رايت. اللي كده على ابل فعلا دلوقتي الاذر واخد كام؟ واخد هو كمان رايت. تمام. طيب سي ان انا عايزه امسح من عليها برميشن، يبقى سي مثلا ان الجروب عايز اشيل منها الرايت، يبقى اقول له ايه؟ ماينس رايت. ونفس الكلام بدل ما انا اضطر ان انا اكتبه في امر لوحده انتر وبعد كده اجي في سطر مستقل واقول له الاونر هو كمان او الاذر هو كمان هشيل منه الرايت، انا ممكن اقول له كوما والاذر كمان شيل منه الرايت في سطر واحد من غير مسافات. سي اتش مود مسافه، الجروب شيل منه الرايت كوما الاذر شيل منه الرايت هو كمان. اللي كده على ابل لقيت فعلا دلوقتي اتشالوا منهم البرميشنز، يبقى انا ممكن ان انا اظبط البرميشنز كلها في سطر واحد. سي مثلا ان انا عايزه ادي الملف ده اكزكيوت للكل، فهقول له ايه؟ سي اتش مود اليوزر هديله بلس اكزكيوت كوما الجروب هديله اكزكيوت وايه كمان؟ الاذر هديله اكزكيوت على الملف اللي اسمه ابل. لو قلت له ال كده على ابل، هو اولا لونه اخضر لان انا كده حولته الملف اكزكيوتبل والملف تنفيذي، ودلوقتي بقى معاه فعلا برميشن ايه؟ اكزكيوت على مستوى الثلاثه. يبقى انا ممكن ادمج الثلاثه في خطه واحده، او كان ممكن ان انا استسهل واقول له ايه؟ سي ان انا عايزه اشيل البرميشن بقى، يبقى هقول له اول ناقص اكس، الاول شيل منه اكس. يعني معنى كده ان لو كنت الامر ده لو كنت عايزه اطبقه في خطه واحده كنت هقول له الاول بلس اكس، انا هنا هقول له ايه؟ اول ماينس اكس. اللي كده على ابل لقيت فعلا الثلاثه اتشال منهم الاكزكيوت.
تمام. يبقى انا دلوقتي بقى طالما هطبق حاجه هتطبق عليهم كلهم مره واحده، ممكن اقول له ايه كذا، تمام. طيب انا كده ببدا ان انا اركز الاول على البرميشنز اللي موجوده عندي، وبعد كده اشوف انا عايز اشيل منها ايه واحط عليها ايه، تمام. في امر تاني او طريقه تانيه بريست بيها البرميشن، يعني ايه؟ يعني اقول له مثلا سي اتش مود الاونر او اليوزر اديله مثلا ريد ورايت كوما يساوي، يبقى انا كده مش بضيف حاجه او بزود حاجه او انقص حاجه، يبقى انا بريست كل البرميشن، انا كده بحدد ان هي هيبقى لها برميشن ريد ورايت بالنسبه لليوزر. طب وبالنسبه للجروب هديله مثلا ريد بس، وبالنسبه للاذر هديله مثلا ريد بس على الملف اللي اسمه ابل، اللي كده على ابل هلاقي فعلا ان هي اخذت دلوقتي ريد ورايت ريد ريد، تمام. نفس الكلام بالظبط كان ممكن اقول له سي اتش مود سي ان انا عايزه اديله دلوقتي اكزكيوت بيرميشن، تمام. فبدل ما هقول له اليوزر بيساوي كذا والجروب بيساوي كذا والاذر بيساوي كذا، لو عايزه اطبق الكلام ده عليهم كلهم ممكن اقول له ايه. بس لو انا قلت له دلوقتي ايه بيساوي اكس، الكلام اللي انا عملته ده عك. ليه؟ لان احنا اتفقنا ان ايكوال بيرست كل البرميشن، معنى كده ان انا دلوقتي هيبقى لهم كلهم اكزكيوت برميشن بس على الملف، فلازم اركز في الحته دي كويس قوي. زي مثلا هقول له ريد واكزكيوت على الملف اللي اسمه ابل، اللي كده لقيت فعلا عليهم كلهم ريد واكزكيوت ريد واكزكيوت ريد واكزكيوت، تمام. طب سي دلوقتي ان انا قلت له مثلا سي اتش مود مثلا بيساوي، انا ما حددتش مين هو اللي بيساوي، هقول مثلا بيساوي ريد ورايت واكزكيوت على الملف اللي اسمه ابل، انا ما حددتش مين هو اللي بيساوي. طب اللي على ابل كده مين اللي اخذ ريد ورايت واكزكيوت؟ انا هنا ما حددتش حد، يبقى مين؟ الاونر. يبقى طالما انا ما حددتش اساسا انا بتكلم على مين بالظبط، يبقى الكلام ده هيطبق على مين؟ على الاونر، تمام. يبقى تاني خدنا دلوقتي الطريقه اللي هي مين السيمبوليك ده، مثلا ده معناه ان انا اضيف الجروب هيبقى له رايت، ده معناه ان الاذر هيبقى له رايت، كده انا بشيل من الاونر الرايت بيرميشن. انا ممكن اضيفهم في سطر واحد، انا ممكن ان انا ممكن دي ما خدناش، ممكن ان انا اقول له الجروب والاونر احطهم في خطه واحده. يعني انا كنت الاول عملت ايه المره اللي فاتت؟ قلت له مثلا الجروب اديله بيرميشن كذا كوما الاذر اديله بيرميشن كذا، لا انا ممكن اقول له الجروب والاونر شيل منهم الرايت والريد. نجرب دي كده، هنا مثلا اشيل منهم الاكزكيوت مثلا، فاقول له هنا سي اتش مود الجروب والاذر شيل منهم الاكزكيوت من على ابل، اللي كده لقيته فعلا اتشال من عليهم ايه الاكزكيوت، تمام. تمام، فعرفنا كده الجروب والاذر ان انا شلت منهم ريد ورايت. هنا اتفقنا ان الامر ده بيرست اساسا البرميشن. طب الامر ده معناه ايه؟ تاني بقى العمليه بقت هايفه قوي، اي بلس اكس، يبقى انا كده بديه كله هديله اكزكيوت. طب ده انا بريست كل البرميشن على الاولى خليها بس ريد ورايت. طب يوزر بيساوي وانا ما حددتش البرميشن، ده معناه ايه؟ هشيل كل البرميشن على مين؟ على اليوزر، تمام. نجرب دي كده، لو انا قلت له هنا سي اتش مود اليوزر بيساوي وما ادتلوش اي برميشن خالص ابل، لو قلت له ال كده على ابل، طبعا دلوقتي اليوزر اللي هو الروت يعني في حالتي ما بقاش لي اي برميشن خالص على الملف، تمام. طيب ايكوال ريد ورايت ده معناه ايه؟ ايكوال رود ريد ورايت ده معنى الاونر ليه ريد ورايت، تمام. مكافئ بالظبط لو انا قلت له فعلا الاونر اللي هو اليوزر يعني ليه ريد ورايت. طيب سي دلوقتي ان انا عايزه اظبط برميشن على دايركتوري معين، على سبيل المثال مثلا الاس كده عندي هنا دايركتوري اسمه، لا انا عايزه اعمل حاجه ميكي داير 1 وتاتش، ادخل جوه اسهل داير 1 وتاتش ملفات 1 و 2 و 3 اللي كده لقيت كل واحد ليه هنا ايه برميشن خاصه بايه. طيب لو انا دلوقتي جيت اعدل البرميشن
على الدايركتوري ده، انا كده هعدل البرميشن على الدايركتوري ذات نفسه. بمعنى لو قلت له سي اتش مود سي مثلا هديله، طب الاول كده ال ال ماينس دي عشان اعرض البرميشنز بتاعت الدايركتوري ذات نفسه. داير 1 لقيته ليه برميشن ايه اكزكيوت على مستوى الثلاثه. تمام، انا عايزه دلوقتي ان انا اعدل البرميشن، اشيل منه الاكزكيوت مثلا على سبيل المثال، فاقول له ايه سي اتش مود واشيل منه الاول ماينس اكس على الداير 1. تمام، بالمره كمان عايزه اقول له بلس رايت ال ال كده على داير 1 ماينس دي. لقيت فعلا دلوقتي كلهم ليهم ايه رايت بيرميشن، وانا شلت من عليهم الاكزكيوت بيرميشن. تمام، بس الفكره ان الملفات اللي جوه ما تعدلش في البرميشن بتاعتها، صح؟ انا عدلت في البرميشن بتاعت الدايركتوري، لكن كل الملفات اللي جوه انا ما عدلتش فيها. طب سي دلوقتي ان انا عايزه اعدل البرميشن بتاع الدايركتوري معين بكل الملفات اللي تحتيه، ساعتها هستخدم اوبشن ماينس ار كابيتال. ماينس ار يعني ريكرسيف، يعني الدايركتوري بكل اللي تحتيه، ريكرسيف لكل اللي تحتيه. تمام، فسي دلوقتي هدي مثلا الناس برميشن على الدايركتوري ده. هو في هنا حاجه انا بلس رايت اتحط ده، عايزه مثلا ادي الدايركتوري ده اكزكيوت على مستوى كل على مستوى الدايركتوري ومستوى ايه كمان الفايلز كلها. تمام، هعمل ايه؟ هقول له سي اتش مود مسافه ماينس ار كابيتال. انا عايزه ادي بيرميشن مثلا ان الاول هديهم يلا ها ريد ورايت واكزكيوت. تمام، على داير 1 انتر. لو قلت له ال اس ماينس ال دي على داير 1 فعلا بقى ليهم ريد ورايت واكزكيوت على الكل. طب لو قلت له ال اس ماينس ال محتويات الدايركتوري فعلا كل الملفات اللي تحتيه هي كمان بقت ايه اخذت نفس البرميشن. يبقى معنى كده ان البرميشنز بتاعتي لو انا عايزه اطبقها على مستوى الدايركتوري بكل الملفات اللي تحتيها هستخدم اوبشن ماينس ار كابيتال. تمام، دي الطريقه اللي هي مين، دي الطريقه السيمبوليك، لان انا بتعامل بالسيمبول بالرمز. في طريقه ثانيه نيوميريك. ايه النيوميريك دي بقى؟ احنا لسه قايلين ان انا عندي البرميشن ايه هي ريد ورايت واكزكيوت. قال لك كل واحد من دول هديله رقم، يعني على سبيل المثال الاكزكيوت هياخد رقم 1، الرايت هياخد الضعف يبقى رقم 2، الرايت هديله رقم 4، الرايت هديله رقم ايه 4. فانا مثلا عايزه ادي الراجل ده ريد واكزكيوت يبقى هياخد رقم كام؟ ريد واكزكيوت يبقى كده هياخد رقم 5. طب انا عايزه ادي الراجل ده مثلا ريد ورايت او اكزكيوت ورايت سوري، يبقى الراجل ده هياخد برميشن 3. طبعا حاجه زي دي مش منطقيه، ازاي اديله اكزكيوت ورايت من غير ما اديله ريد؟ تمام، بس يعني بنشرح بس الارقام هتيجي منين. طب عايزه اديله كله ريد ورايت واكزكيوت يبقى 7. تمام، طبعا احنا اتفقنا الدايركتوري لو انت عايز ان انت تاكسسه اساسا لازم تبقى مديله اساسا اكزكيوت بيرميشن، يبقى يا اما تديله 5 يا اما تديله 7. ما هو لو 5 يعني ريد واكزكيوت. تمام، طبعا ريد عشان تقدر اصلا تليست كونتنت الدايركتوري، واكزكيوت عشان اصلا تسي دي جواه. طيب لو انت اديت له 7 يبقى انت كده بتديله ريد ورايت واكزكيوت. تمام، اعمل الكلام ده بقى ازاي؟ دي الطريقه اللي هي مين النيوميريك. تمام، فين بدايتها؟ كل اللي فيها ان انت هتقول له سي اتش مود برضو وتشوف دي البرميشن على مستوى اليوزر الاونر، يعني دي البرميشن على مستوى جروب، دي البرميشن على مستوى الاذر. تمام، يعني مثلا تعال نعمل نفس الكلام ده هنا ال اس ابل مش واخده برميشن خالص، هدي مثلا لليوزر ده برميشن ريد واكزكيوت، ريد واكزكيوت وريد ورايت، خلينا ريد ورايت بالنسبه لليوزر. يبقى هقول له سي اتش مود ريد ورايت يبقى ايه 6. تمام، 5 5 مثلا قبل ده معنى ايه؟
ان الاونر بتاع الملف هيبقى ليه ريد واكزيكيوت ال 6 6 6 يبقى ايه 1 و5 يبقى ريد واكزيكيوت هيبقى ريد واكزيكيوت 1 2 4 1 معلش 6 مش 5 انا اسف ريد ورايت انا اسف تمام ريد ورايت طب وبعديها اكزيكيوت ريد واكزيكيوت واللي بعديها ريد واكزيكيوت تمام اللي كده فعلا اخد فعلا ريد ورايت وبعد كده ريد واكزيكيوت وبعد كده ريد واكزيكيوت وبرده الملف لونه اخضر تمام متهيألي بقى الموضوع يعني كده ايه سهل جدا نفس الكلام بالنسبه للدايركتوري ولو حبيت ان انا اغير البيرميشنز برده بتاعه الدايركتوري بالكونتنت اللي جواه هستخدم الاوبشن بتاع ماينس ار يعني ريكرس تمام انا كده اتعلمت ازاي ان انا اغير ايه الاونر بتاع الملف البيرميشنز انا اسفه بتاعه الملف تمام طيب سي دلوقتي ان انا عايز اغير فين ده ايه سي اتش مود انا نطيت تحت ليه سي اتش مود انا كده اتعلمت ان انا اغير ايه البيرميشنز بتاعه الملف طب سي دلوقتي ان انا عايز اغير بقى الاونر بتاع الملف احنا اتفقنا تاني ملف زي قبل ده مين الاونر بتاعه روت مين الجروب بتاعه روت تمام فانا دلوقتي عندي يوزر على سبيل المثال اسمه عبير عايز اخلي عبير هو ده الاونر بتاع الملف اللي اسمه قبل الامر بتاعي سي اتش اون يبقى عشان اغير البيرميشن سي اتش اود عشان اغير الاونر سي اتش اون انا الملف ده عايز اخلي اليوزر بتاعه الاونر بتاعه اسمه عبير على الملف اللي اسمه قبل اللي كده لقيت دلوقتي مين الاونر بتاع الملف اللي اسمه عبير الملف اللي اسمه قبل مين الاونر عبير طب سي دلوقتي ان انا عايز اغير الجروب تعال الاول اتاكد مثلا كده ان انا عندي جروب اد سيلز فعندي جروب اد جروب هنا اسمه سيلز تمام وعايز اخلي اساسا الجروب اونر بتاع الملف ده هو سيلز هكتب نفس الامر بالظبط سيلز تمام بس هاجي في الاول بس كده وادي له كولون دول معناه ايه كولون ده معناه ان انا كده بغير للجروب مش للاونر تمام اللي كده قبل لقيت فعلا بقى مين هو الجروب اونر بتاع الملف ده سيلز او كان ممكن اقول له بدل سي اتش اون وبعد كده نقطتين فوق بعض كان ممكن اقول له جروب كان اسمه ايه جروب ايه سي اتش جروب change group sorry ch group الاول كده انا تقريبا عندي جروب اسمه ادمن فاقول له هنا ادمن للملف اللي اسمه ابل اللي على ابل لقيت فعلا دلوقتي مين الاونر الجروب اونر بتاعه ادمن تمام طب سي دلوقتي ان انا عايز اغير الاونر والجروب في نفس السطر مثلا انا عندي يوزر اسمه احمد تقريبا يوزر اد اسمه احمد اوريدي موجود عندي وهخلي مثلا صاحب الملف ده الاونر احمد وجروب سيلز فهقول له هنا سي اتش اون احمد كولون سيلز للملف اللي اسمه قبل اللي كده لقيت فعلا دلوقتي الاونر بتاعه بقى احمد والجروب اونر بتاعه سيلز ونفس الكلام برضو بالظبط اتفقنا تاني لو انا عايزه اغير الكلام ده على مستوى ريكرسيف يعني على مستوى دايركتوري بكل اللي تحتي تمام طيب سبيشال بيرميشنز سبيشال بيرميشنز ايه حوار بقى السبيشال بيرميشنز دي سبيشال بيرميشنز بسم الله الرحمن الرحيم ممكن السبيشال بيرميشن عندي ثلاث انواع من السبيشال بيرميشن set user id suid او set group id sgid او sticky bit نمسك واحده واحده لو انا جيت دلوقتي على set user id لو انا طبق اولا ما بتطبقش على directories بتطبق بس على مين على ملفات تمام ايه لازمتها لو انا عندي ملف على سبيل المثال ملف executable والملف ده الاونر بتاعه هو الروت مثلا الاونر بتاعه هو ايه الروت تمام وجيت بعد كده عايزه يوزر يرن الملف ده هو ملهوش بيرميشن على الملف او ليه اكزكيوت بيرميشن بس طبعا اليوزر العادي هيقدر يعمل ايه في السيستم ولا الهو صح
لكن انا عايزاه يرن الفايل الاكزيكيوتابل ده بالبرميشن بتاعت الروت. على سبيل المثال ملف مثلا زي لو قلت له هنا ال ال كده على ملف سلاش ويتش بس دبليو دي اقول له ال ال على المسار ده انتر. لقيت اولا الملف ده لونه ايه؟ احمر. طب نشوف كده البرميشن بتاعته ريد ورايت واس بعد كده ريد واكسكيوت ريد واكسكيوت. ده ايه بقى؟ لا ايه الاس ده؟ هي دي السيت يوزر اي دي. بمعنى ايه؟ ملف مثلا زي باس دبليو دي ده امر، امر الباس دبليو دي. الامر ده طبعا المفروض ان هو مين الاونر بتاعه؟ الروت. مين اصلا الاونر؟ الروت. طب اليوزر العادي مش بيقدر ان هو يشغل الملف ده ولا لا؟ ما هو اي يوزر عادي بيقدر انه يغير الباسورد بتاعته. انا لو جيت دلوقتي عملت سويتش بعدير ترمينال ثانيه كده وقلت كده هنا باس دبليو دي، ده عبير من حقها ان هي تغير الباسورد، يبقى عبير من حقها ان هي ترن الكوماند ده اللي هو المسار بتاعه ده رغم ان الروت ده الاونر بتاعه. ليه؟ لان الملف ده عليه سيت يوزر اي دي. لان الملف ده عليه ايه؟ سيت يوزر اي دي. يبقى سيت يوزر اي دي ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا عندي ملف، الملف ده الاونر بتاعه فلان، لكن اي حد تاني يقدر ان هو يرن الملف ده بالبرميشن بتاعت الاونر. تمام؟ والحكايه دي غلط جدا جدا ان انا اعمل لها ايديت بايدي. ليه؟ انا ممكن اضيع الدنيا. الحاجات دي اللي هو السيت يوزر اي دي المفروض مين بتبقى حاجات تبع السيستم، المفروض ان انا ما العبش فيها. يعني مثلا هديلكوا اكزامبل كده لذيذ شويه. على سبيل المثال مثلا هعمل هنا سكريبتيه، وسكريبتيه خطر جدا. هدخل هنا تحت سلاش هوم عشان عبير يبقى ليها اكسس عليها. مثلا واكريت هنا سكريبتيه مثلا اسمها جيم ونكتب السكريبتيه. السكريبتيه دي لغايه ما نبقى ناخد شويه اكزامبلز ان شاء الله على سكريبتات بسيطه كده. السكريبت ده معناه ان انا عندي مجموعه من الكومنتس بحطها جوه ملف وبنفذ الملف ده يقوم منفذ لي كل السكريبتات اللي جواه. تمام؟ فعشان اعدد جوه الملف ده اول حاجه خالص بديله علامه كده بنسميها علامه الشي بينج سلاش بن سلاش بيش. ايه ده؟ انا عندي كذا كذا شل، ممكن يكون الكي اس اتش سي اس اتش البايثون. لا انا عايزه اصلا السكريبتيه بتاعتي تترن فين؟ تحت بالسلاش بين سلاش باش، عشان لو عندي يوزر مثلا كان دلوقتي داخل على شل ثانيه بتاعت البايثون يجي ساعتها يشغل السكريبتيه دي، تشتغل الاوامر دي بانهي سكريبتيه؟ بالباش. لان الاوامر، لان كل شل ليها اساسا سنتكس للاوامر. ما هو لو جه طبق لي الاوامر دي تحت البايثون، تحت السكريبت بتاع او تحت الشل بتاعت البايثون، الاوامر هتدي له ايرور. لكن ساعتها طالما ان انا اديت له الشي بانج اللي في الاول ده، يبقى ده معناه روح طبق الاوامر دي، بس خد بالك بالسنتكس بتاعه الشل اللي اسمها سلاش بين سلاش بيش. تمام؟ السكريبتات دي هكتب فيها ايه؟ ايكو. احنا قلنا ايكو قبل كده يعني بيعرض لي معلومات كده على الشاشه. تمام؟ او كتابه على الشاشه. هي Would you like to play a game؟ هيعرض الكلام ده قدام اليوزر. تمام؟ وبعد كده يستنى منه كلام. اول ما يستنى منه مثلا كلام معين هيروح عامل ايه؟ هيروح عامل remove minus rf للسلاش. يا نهار مش فايت. يبقى ده معنى ايه؟ هيريموف مين؟ السلاش. تمام؟ بس نظرا لان الامر ده خطير جدا جدا، فعشان كده جيت هنا دلوقتي كده ار ام ماينس ار اف ماينس ماينس تاب تاب، لازم استخدم مع الاوبشن ده عشان اليوزر العادي اصلا يقدر ان هو يرن السكريبتيه دي. من غير السكريبت، من غير الاوبشن ده، اليوزر العادي لو حاول ان هو يرن الامر ده هيدي له ايرور، يقول له لا ده الروت بس هو اللي من حقه ان هو يطبق الكلام ده. تمام؟ وسيب السكريبتيه بتاعتي. الملف بتاعي اسمه جيم. هدي للملف ده سي اتش مود 7 او بلاش 7، نخليها 7 لان مثلا ايه الاونر عشان يعدل فيها 7 7 7 5 5. يبقى معنى كده ان اليوزر ليه فول بيرميشن بما فيها اكزكيوت، لازم تبقى اكزكيوتبل عشان اصلا اقدر ان انا انفذ السكريبتيه. والاذر ليهم ريد واكزكيوت، والجروب برضو ليه ريد واكزكيوت على الملف اللي اسمه جيم. اللي كده على جيم المفروض لونه يخضر اهو، فعلا بقى ليه ايه؟ اكزكيوت بيرميشن.
بس اليوزر دلوقتي لو حاول ان هو يرن السكريبتات دي هيرنها بالبرميشن بتاعت مين؟ الروت. هي ملف اكزيكيوتبل هيرنها بالبرميشن بتاعت مين؟ الروت. انا اسف، هيرنها بالبرميشنز بتاعت اليوزر عبير. تمام، عبير لو جت تنفذ الملف دلوقتي هتطبقها بالبرميشن بتاعت مين؟ عبير، اللي هي تبع مين؟ مع عبير تبع القصر، صح؟ هي عبير بتقدر ان هي تمسح ايه؟ ما هو السكريبتيه دي جواها ان هي تمسح السيستم. عبير كيوزر عادي من حقها تمسح ايه؟ كبيرها هتمسح الهوم دايركتوري بتاعها. يبقى عبير لو جت تنفذ السكريبتيه دي مش هتعرف تعمل حاجه. تمام، فانا هاجي بقى على السكريبتيه دي واقول له ايه؟ سي اتش مود، وادي لها السيت يوزر اي دي. ادي لها السيت يوزر اي دي ازاي؟ هقول بالنسبه لليوزر ادي لها اس، ادي لها ايه؟ اس للملف اللي اسمه جيم. اللي كده على جيم هلاقي اولا ان جيم احمرت، احنا قلنا اتفقنا ان اللون الاحمر ده معناه ان على الست يوزر اي دي، والاقي هنا فعلا ظهر حرف اس، اس سمول. اس سمول معناها ان تحتيها اكس سمول. تمام، معناها اصلا معناها ان تحتيها اكس اكزيكيوت. لو كانت اس كابيتال معناها ان مفيش تحتيها اكزيكيوت. يبقى اس سمول معناها ان تحتيها اكزيكيوت، اس كابيتال معناها ايه؟ ان مفيش تحتيها اكزيكيوت. عبير بقى تيجي هنا كده اس يو عبير، طلعت كده على سلاش هوم اللي اس كده. واو، ده في ملف اسمه لعبه، تعالوا ننفذه. عشان انفذ اي سكريبت بكتب له دوت سلاش جيم انتر. هاي وود يو لايك تو بلاي جيم. اول ما عبير تكتب اي حاجه، طبعا انا هضغط كنترول سي عشان انا مش عايز انفذ السكريبتيه، اول ما تيجي تضغط اي حاجه هيبدا دلوقتي يبدا ان هو يعمل خطوات ان هو يمسح السيستم. طبعا الكلام ده كان في الديستريبيوشنز القديمه كانت بتبقى مصيبه، في الديستريبيوشنز الجديده بداوا ان هم يحلوا المشكله دي الى حد كبير. هتمسح الهوم دايركتوري بتاعها وهتمسح الهوم دايركتوري بتاع بقيه اليوزر. تمام، لكن في حاجات كتيره جدا السيستم ذات نفسه مش هيقع. طبعا الروت لو كان نفذ السكريبتيه دي، لو انا استخبيت دلوقتي ودخلت انا كروت ونفذت السكريبتيه دي، السيستم بتاعي كله هيتمسح. انما عبير كبيرها هتدلت الهوم دايركتوري بتاعها وبتاع غيرها، وهتدلت شويه ملفات برضو خطر. تمام، يبقى يوزر مش محتوى السكريبت تاني كده، معلش يوزر من حقه ان هو يشوف المحتوى بتاع السكريبت قبل ما يشوفه. ماشي اوكي، بس الفكره تاني ان ده اصلا هفترض ان ده يوزر عادي ما عندوش اصلا، ده انا عامله سكريبتيه بسيطه. لو هي سكريبتيه اصلا كومبلكس مش هيبقى فاهم محتوياتها اساسا. تمام، فهمت قصدي؟ طيب قلنا تاني الست يوزر اي دي خطر جدا ان حد يعملها. حاجه زي دي مصيبه اهو، لان ساعتها عبير لما تيجي تنفذ السكريبتيه هتنفذها بالبرميشن بتاعت مين؟ الاونر بتاعها اللي هو الروت، والروت يقدر يعمل ايه؟ يعمل كل حاجه. تمام، فعشان كده زي ما اتفقنا خطر جدا 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 ان انتوا اساسا تسيبوا اي او تلعبوا في حته الست يوزر اي دي. بالعكس، ده المفروض ان انتوا بتعملوا سيرش على اي حاجه ليها علاقه بال او ليها برميشن ست يوزر اي دي وتتمسح على طول. تمام، هو الست يوزر اي دي بلعب في البرميشنز او الامر بتاعها ايه؟ لسه قايلين ان انا ممكن اقول له هنا يوزر بلس اس. تمام، او بدلها برميشن اربعه. بدلها برميشن ايه؟ اربعه. احنا لغايه دلوقتي اخدنا كام رقم في البرميشن؟ تلاته. اللي ناحيه هنا بقى خالص ده الست يوزر اي دي او الست جروب اي دي. تمام، يعني مثلا لو انا اديت له هنا اربعه يبقى ده كده الملف ده هيبقى عليه ست يوزر اي دي. لو انا اديت له اتنين يبقى الملف ده هيبقى عليه ست جروب اي دي. لو انا اديت له واحد يبقى على ليست كيبت. اربعه ست يوزر اي دي، اتنين جروب اي دي، واحد ستيكي بت. تمام، المفروض دلوقتي ريكومندد كسكيورتي ان انا بعمل سيرش على السيستم بتاعي، عندي امر اسمه فايند تحت السلاش ماينس بيرميشن، هعمل سيرش على 4000. يهمني ان انا ادور على اي ملف بدايته كام، البرميشن بتاعته اللي هو الرقم الرابع يكون 4 عشان اتاكد ده عليه ست يوزر اي دي ولا لا. تمام، انا كده بدور على كل الملفات اللي تحت السيستم بتاعتي اللي عليها برميشن نوعها ستيكي بت. تمام، طيب كنترول سي كده لانه هيديني برده شويه ايرورز، وهيري دايركت الايرور على سلاش ديف سلاش نال عشان ما يعرضليش الايرورز قدامي على الشاشه، انا مش انترستد ان انا اشوف الايرورز.
المفروض من ضمن الاوتبوت اللي هيظهر قدامي ملف سلاش اي تي سي سوري ملف اللي هو الباس دبليو دي تحت يو اس اور او تحت بن، لان ده اساسا اللي هو المسار بتاع امر باس دبليو دي اهي يو اس اور سلاش بن سلاش باس دبليو دي. تمام، يبقى اي ملف ما هوش ليه علاقه بالسيستم لقيت ان هو اساسا واخد البرميشن دي، لا ركز بقى شوف الملف ده ليه واخد سيت يوزر اي دي، لان باكد تاني اي ملف عادي عاده على السيستم احنا ما بنلعبش فيه ما بنعملش عليه سيت يوزر اي دي. تمام، طيب السبيشال برميشن اللي بعديه سيت جروب اي دي. سيت جروب اي دي ممكن ان انا انفذه على مستوى الفايل، ممكن ان انا انفذه على مستوى جروب. لو هنفذه على مستوى الفايل يبقى هو اللي انا شرحته، بس كل اللي فيها بدل ما اليوزر او بدل ما الراجل اللي هيشغل السكريبتيه دي هينفذها بالبرميشن بتاعه الاونر هينفذها بالبرميشن بتاعه الجروب صاحب الايه السكريبت، هي هي. تمام، لكن لو انا هنفذها على مستوى دايركتوري ليها معنى تاني خالص. معناها ايه؟ ان هو هينهرت الجروب اونر شيب تو اول نيولي كرييتد ايتمز بيلو. يعني ايه؟ شايفك شايفك، اصحى اصحى، شفتك معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. لو انا دلوقتي دخلت كده بعبير ال اس كده، طيب ام كي داير واسميه مثلا داتا ال ال ماينس دي على داتا، مين الاونر؟ عبير، مين الجروب؟ عبير. طب هسي دي على داتا واتاتش اي ملف واحد ال ال، مين الاونر؟ عبير، مين الجروب؟ عبير. تمام، الفكره دلوقتي ان انا هفترض ان داتا ده شيرد فولدر، يعني المفروض ان الناس كلها اساسا يبقى ليها اكسس على الملف ده. تمام، بس الفكره دلوقتي ان اي ملف دلوقتي عبير هتكريته تحت الملف ده هيبقى بالبرميشن بتاعتها هي، الاونر هي والجروب كمان عبير، فاي يوزر تاني هيقدر ان هو يعدل في الملفات بتاعتها. كل ما عبير تكريت ملف هيبقى مين هو الجروب الاونر؟ عبير. تمام، طب وانا بقى كل شويه هروح للادمن هروح للروت علشان يعدل لي البرميشنز بتاعه الملفات اللي عبير بتكريتها، عشان انا كيوزر احمد على سبيل المثال اقدر ادخل جوه الدايركتوري ده واعدل في الملفات؟ قال لك لا. ساعتها الروت او الادمن هيعمل ايه؟ هيروح جاي على الدايركتوري اللي هو داتا ده اللي هو الشيرد فولدر اللي المفروض الكل يدخل يعدل جواه ويشوفوا ملفات بعض ويعدلوا على ملفات بعض. تمام، وهروح مديلها برميشن او هروح حاطه عليها سوري سيت جروب اي دي، هروح حاطه عليها برميشن ايه؟ سيت جروب اي دي. تاثيره ايه؟ ان كل الملفات الجديده اللي هتتكريت هتبقى واخده برميشن جروب، هتبقى واخده برميشن ايه؟ جروب. يعني على سبيل المثال انا عندي هنا جروب اسمه عندي هنا مثلا جروب اسمه سيلز. تمام، فهاجي هنا اقول له سي اتش مود، وان انا عايزه اعمل ايه في الـ في الـ في الدايركتوري اللي اسمه داتا ده، اخلي مين الاونر بتاعه؟ الجروب بلس اس. تمام، اخليه تبع سيلز على الفولدر اللي اسمه سلاش هوم سلاش عبير داتا. سن واحدة كانت اكسس سيلز انا كده اديت برميشن سيت جروب اي دي. تمام، ناقص بس ان انا اخلي الاونر الجروب اونر بتاع الدايركتوري ده هو سيلز، فاقول له سي اتش مود الجروب اللي اسمه سيلز على مين؟ على سلاش هوم سلاش عبير سلاش داتا. سي اتش اون. تمام، سي اتش مود علشان اغير البرميشن سي اتش اون عشان اخلي الاونر بتاع الدايركتوري ده هو مين؟ الجروب اللي اسمه سيلز. تمام، لو قلت له هنا ال ال
ماينس دي على سلاش هوم سلاش سلاش هوم سلاش عبير سلاش داتا. بقى مين هو الجروب الاونر؟ سيلز. لو اي يوزر دلوقتي جه هنا يتاتش فايل عبير، لو جت تاتش فايل اتنين مثلا ال ال، اي ملف جديد هيتكريت هنا سواء عبير اللي عملته او اي حد تاني اللي عمله، مين هو الجروب الاونر بتاعه؟ سيلز. الاوبشن ده ما ظهرش عندي الا لما انا جيت خليت نوع دايركتوري ده ايه؟ سيت جروب اي دي. تمام. حتى لما كتبت هنا في هنا ظهر عندي هنا ايه؟ اس، بس في الجزء بتاع الجروب ريد رايت، وهنا بقى مش اكزكيوت ريد رايت، ايه؟ سيت جروب اي دي. وقلنا تاني طالما اس سمول يبقى تحتيها اكس، لو اس كابيتال يبقى مفيش تحتيها اكس. يبقى دلوقتي عبير او اي يوزر يعدل جوه الملفات دي او يكريت اي ملفات، على طول الجروب الجروب اونر بتاعها هيبقى سيلز. ممكن ساعتها كل اليوزرز اللي تبع سيلز هيقدروا ان هم يعملوا ايديت في الملف ده. تمام. فعلشان كده السيت جروب اي دي ده من ضمن الاوبشنز اللي احنا بنحتاجها كتير جدا جدا، وعاده باستمرار بنطبقها على الشيرد فولدرز. اخر سبيشال بيرميشن عندي بقى اللي هي الستيكي بيت، والستيكي بيت باي ديفولت دايما بتبقى موجوده على التمب. يعني على سبيل المثال لو قلت له هنا ال ال ماينس دي على سلاش تمب لونها اخضر، ولقيت ان اخر واحدة عندي واخدة تي، تي يعني الملف ده عليه ايه؟ ستيكي بت. تي يعني ايه؟ عليه ايه؟ ستيكي بت. تمام؟ ايه حوار بقى الستيكي بت ده؟ قال لك دلوقتي افرض ان انا مثلا على سبيل المثال عندي دايركتري معين، ال نعملها بايدينا احسن، الاس في عندي هنا دايركتوري داير 1 ch mod، هدي هنا على الدايركتوري ده مثلا 755 على داير 1 ال ال كده على داير 1 ماينس دي داير 1. دلوقتي بالنسبه للاذر واخد برميشن ايه؟ الاذر واخد برميشن ايه؟ ريد واكزكيوت، مالهوش رايت مالهوش. استنى ثانية واحدة، استنوا كده انا اخليها 777 777 ال ال داير 1 ماينس تي تاني. الاذر ليه دلوقتي ايه؟ رايت بيرميشن على الدايركتوري ده. تمام. طيب داير 1 لو قلت له ال اس كده على داير 1 جوا ملفات ماينس ال جوا ملفات، طيب انا هشيل من عليها البرميشن، الملفات اللي جوا داير 1 دي انا هشيل من عليها البرميشن، فهقول كده سي اتش مود مثلا ماينس ريكورسيف اول بيساوي مفيش برميشن على سلاش داير 1 بس اللي تحتيه اللي اس كده داير 1، كل الملفات اللي تحت داير 1 مفيش اي حد ليه برميشن عليه، رغم ان الدايركتوري ذات نفسه الناس كلها ليها برميشن عليه. ده معناه طالما انا ليا برميشن على الدايركتوري ذات نفسه رغم ان انا ملياش برميشن على الملفات اللي تحتيه، لكن طالما ليا رايت برميشن على الدايركتوري ذات نفسه هقدر ادلت الملفات اللي جواه. تمام. يعني على سبيل المثال لو دخلت دلوقتي بعبير، عبير ليها برميشن اصلا على الحاجات اللي جوه داير 1؟ لا، بس هي ليها برميشن ايه؟ رايت على الدايركتوري. وبالتالي لو دخلت على سلاش روت سلاش كنت مكريتة داير 1 تحت الهوم دايركتوري بتاع اليوزر، وطبعا عبير مش من حقها تدخل على سلاش روت. طيب انا هعيد بس نفس الكلام، بس هحط المكان ده هو موف بقى موف سي دي
تحت السلاش هوم، هعيد نفس الكلام ده تحت السلاش هوم عشان بس عبير يبقى ليها اكسس على الكلام ده. ام كي داير داير 1 وانزل تحتي داير 1 تاتش 1 2 3 كريت 3 ملفات ال ال كده ليها برميشن ريد بس، عبير كده ملهاش برميشن ايه لان عبير دلوقتي تبع الاذر. تمام. الملفات دي صاحبها الروت تبع جروب اللي اسمه روت، يبقى عبير بالنسبه لي اذر وهي بالنسبه لها ليها برميشن ايه ريد بس. تقدر ان هي تدلت الملفات دي؟ لا، عشان تدلتها كان المفروض يبقى معاها برميشن رايت. تمام. بس الفكره تاني بقى ان انا اصلا جيت هنا على مستوى الدايركتوري ذات نفسه وديت الاذر رايت برميشن ال ال ماينس دي على داير 1. الفكره دلوقتي ان عبير ليها برميشن ايه على الدايركتوري ذات نفسه؟ رايت. والملفات اللي جواه ملهاش برميشن. فلو عبير دلوقتي دخلت سي دي هوم، سي دي هتدخل تحت داير 1 ار ام للملف اللي اسمه 1. يس اوبس، ده اتدلت فعلا صح. دي رغم ان هي ما عندهاش برميشن اساسا عليه، كل اللي فيها بس ان هي ليها برميشن على الدايركتوري. وطالما ليها برميشن على الدايركتوري تقدر ان هي تدلت كل الملفات اللي تحتي. طب احل المشكله دي ازاي؟ قال لك ساعتها الحل عن طريق سبيشال برميشن اسمه ستيكي بيت. الحل عن طريق ايه؟ سبيشال برميشن اسمه ستيكي بيت. ايه اللي ستيكي بيت ده بقى؟ هاجي هنا على الدايركتوري بتاعي، انا اوريدي تحت السلاش هوم. تمام. واقول له هنا سي اتش مود بالنسبه للاذر اديلهم ستيكي بت، او تيجي في البرميشن تيجي في اول خانه خالص تكتب كام؟ واحد. واحد مثلا 777 مثلا. تمام. انت كده بتضيفه هنا على داير 1 ال ال كده على داير 1 ماينس دي. لقيت فعلا دلوقتي هي بقى الدايركتوري بقى على ايه؟ ستيكي بت. لو عبير بقى جت تستهبل وجت هنا تقول دخلت تحت سلاش هوم سلاش داير 1 في عندي ملفين اهم ار ام للملف اللي اسمه 2 يس كانت ريموف. طب ماينس فورس ريموف مش عارفه ادلل اي حاجه. ليه؟ لان الدايركتوري على ستيكي بت. الستيكي بت ده معناه ايه؟ معناه تاني ان محدش هيقدر يدلت الملفات تحت الدايركتوري حتى لو ليهم رايت برميشن على الدايركتوري. محدش هيقدر يدلت الملفات الا اتنين، مين هما؟ الروت والاونر. الاونر اللي هو صاحب الملفات. تمام. ده بالنسبه لمين؟ للسبيشال برميشن. تمام. واتفقنا تاني ممكن اغيرها بالطريقه السيمبوليك او ممكن ان انا اعملها بطريقه النيوميريكال. اخر بقى حاجه في الجزء ده الديفولت فايل بيرميشن. يعني ايه؟ على سبيل المثال مثلا انا لو جيت اتاتش فايل دلوقتي فايل نسميه مثلا نيو وجيت اعرض كده محتوياته ال ال للنيو جاب البرميشن الديفولت دي منين؟ بالنسبه للدايركتوري واخد برميشن ايه؟ ريد ورايت، ريد للجروب، ريد للاثر. طب لو جيت اجري الدايركتوري جديد ام كي داير هسميه مثلا داير ال ال كده على داير ماينس دي الديفولت برميشن بتاعت الدايركتوري ريد ورايت واكزكيوت بالنسبه للاونر، ريد واكزكيوت، ريد واكزكيوت بالنسبه للجروب وبالنسبه للاثر. انا عايز اعرف جايب الديفولت برميشن دي منين؟ ده بقى معتمد على حاجه اسمها يو ماسك، معتمد على حاجه اسمها ايه؟ يو ماسك. لو عايز اعرف قيمه اليو ماسك قيمتها كام؟ بقول له امر يو ماسك بس كده. اليو ماسك ده قيمه اليو ماسك بالنسبه للروت 022، بالنسبه لليوزر العادي 002. نشرح بقى الكلام ده هنا كده.
فور نورمال يوزر يوزر وفور الروت. اليو ماسك اتفقنا بالنسبه لليوزر النورمال يوزر 002 بالنسبه للروت 022. يفرق معايا في ايه ده؟ انا دلوقتي فور فايل هيفرق معايا فور فايل وفور دايركتوري، هنا نفس الكلام فور فايل وفور دايركتوري. بالنسبه للفايل اقصى برميشن ممكن اخدها عليه ايه؟ بشرط ان يكون ملف مش اكزكيوتابل، ما هو مش شرط كل الملفات اكزكيوت، يبقى اقصى برميشن ممكن اخدها عليه ايه؟ ريد ورايت، يعني كام؟ 6. فانا همسك الرقم ده اطرحه من 6 6 6، ما دي اقصى برميشن ممكن احصل عليها تاني بالنسبه للملف، 6 بالنسبه لليوزر، 6 بالنسبه للاذر، 6 بالنسبه للجروب. يبقى فور فايل البرميشن النتيجه النهائيه هتطلع عندي كام؟ اطرح الفول برميشن، اطرح او اطرح سوري اليو ماسك من الفول برميشن هيديني هنا كام؟ 6 6 4، 6 6 ايه؟ 4. ده بالنسبه للفايل. طب لو انا هتكلم على مستوى دايركتوري اقصى برميشن ممكن اخدها على دايركتوري كام؟ 7 7 7. ليه 7 7 7 7؟ لان الدايركتوري المفروض فعلا يكون عليه اكزكيوت برميشن عشان اقدر ان انا اسيدي جواه. يبقى اللي هيتبقى عندي ايه؟ 7 7 7 ناقص اليو ماسك هيتبقى 7 7 5، هيتبقى ايه؟ 7 7 5. فعشان كده لو جيت هنا دلوقتي على يوزر عادي اتاتش كده فايل اللي كده على فايل، الفايل اخد فعلا برميشن ايه؟ ريد ورايت ريد ورايت وريد، اهي مش هي دي اللي طلعت عندي؟ ريد ورايت ريد ورايت وريد، تمام. طيب لو انا هتكلم على دايركتوري امكي داير داير على سبيل المثال ماينس دي، اخد برميشن بالنسبه لليوزر العادي، اليوزر العادي واخد برميشن ايه؟ ريد رايت اكزكيوت بالنسبه للاونر، ريد رايت اكزكيوت بالنسبه للجروب، ريد اكزكيوت. مش هي دي فعلا النتيجه النهائيه اللي طلع لي هنا؟ ريد رايت اكزكيوت ريد رايت اكزكيوت ريد اكزكيوت، تمام. ده بالنسبه لمين؟ للنورمال يوزر. يعني معنى كده ان الرقم ده بتاع اليو ماسك ده كل ما قيمته قلت كل ما السكيورتي قلت، تمام. لكن اليو ماسك بتاع الروت 022 تعال نشوفها كده بالنسبه للملف فور فايل، لو انا طرحته من 6 6 6 هيتبقى لي كام؟ 6 6 6 هيتبقى لي 6 4 4. طب بالنسبه للدايركتوري لو طرحتها من 7 7 7 هيتبقى لي كام؟ 7 5 5. يبقى معنى كده ان الاونر بالنسبه للملف اللي هو الروت لما يكريت ملف هياخد ريد ورايت، وبالنسبه للجروب هياخد ريد بس، وبالنسبه للاذر هياخد ريد بس. فعلا هو ده اللي حصل معانا هنا بالنسبه للروت لما كريت هنا تاتش فايل 1 مثلا على سبيل المثال ال ال لفايل 1 فعلا واخدت ريد رايت وريد بالنسبه للجروب وريد بالنسبه للاذر، البرميشن فعلا قلت ولا لا؟ تمام. طب لو انا قلت له ام كي داير دايرتو على سبيل المثال ال ال على داير 2 ماينس دي، لقيت فعلا ان الروت اخد ريد رايت اكسكيوت كاونر، واخد ريد رايت على مستوى جروب، واخد ريد اكسكيوت على مستوى جروب، واخد ريد اكسكيوت على مستوى الاثر. يبقى فعلا البرميشن بتاعتي قلت، هي فعلا البرميشن اللي احنا حسبناها هنا ولا لا؟ 7 5 5، تمام كده. يبقى معنى كده تاني ان قيمه اليو ماسك دي عباره عن ايه؟ دي اللي هتحدد لي اساسا الديفولت برميشن. هو ينفع ان انا اعدلها؟ ينفع ان انا اعدلها على مستوى الشيل بس دلوقتي كده، ولو قفلت الشيل كل حاجه هترجع على الديفولت، وينفع ان انا اعدلها بيرمننت. بمعنى لو انا جيت هنا قلت له يو ماسك، احنا اتفقنا ان الامر ده هيجيب لي قيمه اليو ماسك الديفولت. طب لو حبيت ان انا اعدلها هقول له يو ماسك سي مثلا هقول له 002 زيه زي النورمال يوزر. لو قلت له يو ماسك كده اتعدلت فعلا 002، بس اتفقنا تاني ان التعديل ده مؤقت. لو جيت فتحت هنا التيرمينال تاني ايه اللي حصل؟ رجع تاني على الديفولت، ده تعديل مؤقت. طب لو حبيت بقى ان انا اعدله اساسا والتعديل يفضل بيرمننت، قالك ساعتها لازم اعدل جوه كونفيجريشن فايل.
لو انا حبيت ان انا اعدله على مستوى السيستم ككل، يعني على مستوى كل اليوزرز، هغير جوه ملف اسمه فيم تحت سلاش اي تي سي سلاش بروفايل، كنت اليو ماسك اهو، ده بالنسبه لليوزر العادي وده بالنسبه للروت. هعدل القيم هنا في الملف ده واعدل كمان في الملف ده. انا دلوقتي عدلت تحت سلاش اي تي سي سلاش بروفايل، واعدل كمان تحت باش ار سي برضو. لو نزلت تحت كده هنا برضو، هنا قيمه ايه؟ اليو ماسك لليوزر العادي واليو ماسك للروت. يبقى تاني هعدل جوه الجلوبال كونفيجريشن فايلز سلاش اي تي سي سلاش باش ار سي، وعندي كمان الملف سلاش اي تي سي سلاش بروفايل. طب لو انا حبيت دلوقتي ان انا اعدل القيمه دي على مستوى يوزر معين اعمل ايه؟ هلاقي دلوقتي مثلا لو قلت له على الهوم دايركتور بتاع اليوزر على سبيل المثال ال اس مسافه ايه؟ احنا كنا قلنا ماينس ايه ده بيجيب لي اول فايلز انكلودنج هيدن فايلز، فهلاقي هنا ملف اسمه دوت باش اندرسكور بروفايل، وهلاقي دوت باش ار سي. هدخل جوه الملفين دول واحط قيمه اليو ماسك بايدي. يعني لو قلت له هنا فيم دوت باش ار سي انتر، هو هنا ما عنديش قيمه معينه لان كده كده بيقرا من الملف اللي اسمه سلاش اي تي سي سلاش باش ار سي. كل اللي فيها ان انا هاجي في سطر كده لوحده كده واقول له ان اليو ماسك عندي هتبقى بكام، احط له القيمه اللي انا عايزاها. ده بالنسبه للملف ده، واعدل كمان زي ما اتفقنا في الملف اللي اسمه بروفايل دوت باش اندرسكور بروفايل. تمام؟ في اي مشكله في الجزء ده؟ بس خلص الحمد لله.